Maintenant, تبقى la situation elle est simple. ما هي درجتنا من الوعي وما هي درجتنا من الغباء؟ ميزان بين الغباء والوعي ولا الجهل والوعي، هذا هو اللي يحدد المستقبل. لكن كفة الجهل والغباء هي اللي مالت اتجاه الجزائر العبودية. كما بكري في العصور الغابرة كانوا شعوب عبيد عن شعوب، راح تولي درك بيان سور ما يجيوكش بالسكين وكما جماعت بكري، ما يعودوا هما عايشين في علم درجة أ، انت في درجة نقص ألف من أ، تعتبر عبودية. كي يديو لك ولادك الفايقين يخدموهم عندهم، ولادك اللي دومي طاريف يخليهم لك ليك تقولي بيك بيهم، عبودية. سيت اون سيليكسيون. إذا كانت كفة الوعي هي اللي مايلة اتجاهنا للحرية، وفي هذا الأمر لا أنا نقدر ندير، لا الكريا يقدر يدير، لا أي حركة نضالية حقيقية تقدر تدير. تبقى القضية قضية مجتمع، درجة وعي فقط. الاحتمال الاخر اللي بقى انه لا كلاس ماتور، لا كلاس انتلكتويل، لا كلاس ايفي، هي رغم ان كانت ضئيله لكن العمل نتاعها تكون فيه طاقه قتاليه كبيره، استماته حقيقيه من ناحيه الاتحاد والعمل وتوفير الإمكانيات الموحدة لضرب النظام هذا وحماية الشعب الجزائري. لأنه الجاهل يعدل بجهله عندي، ماشي كما قالوا لكم لا يعدل الجاهل بجهله، جهلوا 60 سنة ومن بعد قول لا فوت فيه، باش الناس ما تفهمنيش غلط. كي نقول جاهلين، جاهلين ماشي سبا، سي با اون انسولت، سي دي زينيورا. الله غالب، 60 سنة استعمار حديث خلاهم دي زينيورو، باش نفطنوهم صعيبة. على هذه نتجهوا للطبقة الفاطنة ونقولها انت يا التحدي وتكتلي وكوني قوة باش نحميو الجزائر ونحميو حتى خاوتنا اللي الله غالب أصابهم مرض الجهل. الجزائر كذبة كبيرة جماعة. الجزائر شوفوا والله ما هي دولة، ما هي إيطا، ما هي والو، كذبة كبيرة. سان غرو مونسونج. خلقوا الاستعمار باش يتحول من استعمار بالمات 49 إلى استعمار بالستيلو وبليلوا، هذه الحكاية. كذبة كبيرة، ما عندك حتى معطيات، سيناريا. شكون يقول لي قداش رانا نبومبيو غاز؟ هايس هذاك التيو اللي خارج على تونس والاخر اللي خارج على المغرب، قداش قاعد يبومبي؟ وين قاعد يروح؟ اكل بري كي لاكور عندنا؟ كيفاش رانا باين الغاز ا موين كور لون تيرم؟ سي دي كونطرا دو لون تيرم نيغوسي، ولا كور تيرم، ولا موين تيرم، ولا سيلون لا بورس، ولا كيل سون لي فلكتواسيون، ولا يا ولدي. شوف الشعب لازم يفهم فصان، لكن لحد الان ما فهمش الشعب هذا، لكن صح ما فهمش الوضعية. سيك الله غالب، on peut pas faire plus. قاعدين يقتلوا فيه ويشوف، ياريته ويشوف، يديه الحبس ويشوف، يجوعوا فيه ويشوف، يسرقوا فيه ويشوف، يمرضوا فيه ويشوف. اكثر من هكا واش نقولوا له احنا يا نادير؟ absolutely. يعني يعجز اللسان درك، ما الله غالب. سيتو كيما يقول المثل الشعبي هذاك، سيد شرا حمار قال له شريت حمار، قال له شريت عود، قال له مبروك عليك العود. سيتو الوضع باين، الوضعية باينة. هذا نهضروا على الجزائريين الداخل، بصح انا درك راح نحمل مسؤولية الجزائريين الداخل
نحملها المسؤولية الجزائريين الخارج. باسكو لا جو مادريسي بور كيل مو كومبران لي زالجيريان دي لترونجي. Vous croyez que vous avez quitté l'Algérie par votre propre volonté. Peut-être c'est le cas de 1, 2, 3, 4, 5%. Mais non. Vous êtes des exilés informels. حاوزوكم طريقة غير مباشرة. هجروكم. كي كان الاستعمار هذا السلاح كان يدي الناس الكيان والليزيل ويديهم بالطيارة وبالمنوط. بصح الاستعمار الحديث للنيو كولونياليزم يكره لك حياتك باش تروح انت وحدك. Vous êtes des exilés, messieurs. Mesdames, vous êtes des exilés informels. هجروكم من بلادكم. حاوزوكم من بلادكم. Un, باش ما تحيروهمش باسكو زاد دي كومبيتونس. دو باش ما تخدموش خاوتكم اللي من دمكم ومن جلدتكم. سي سا لا فيريتي. نو سوم دي زيكزيلي انفورمال. دونك سي تا فو دو فوز اورغانيزي ماتنون. لي زالجيريان دلترونجي C'est votre responsabilité, les Algériens de l'intérieur, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils sont oppressés. Ils vivent sous le glaive d'une dictature criminelle, scélérate, illégitime. Le marad de l'Idrab Zahir min Amin, ou galou choléra ou moche choléra. Ou naoudha li anou jaou. من الماريكان وداو تحاليل وداو دي زيشانتيون اوفيسيالمون من لوبيتال ميليتير اي افيك دو لا كوربسيون سور كادافر من لي زوبيتو الاخرين كيما القطار اي كومباني. بيرسون نو سي سي كوا قال لك كوليرا. شو الحاجه عاديه كوليرا. دونك لي شيفر كي تقول 500 نقدر نقول لك تقول لي 500 نقول لك بون كونيسون ان بتي بو الجيري لكن 500 ديكلاري يفو كونتي 20,000 كا مينيموم. لا هذه الحالة جديدة هاني قلت لك انا نقول لك 20,000 بالك كيما قلت بالك بلوس. اسمع tu ne peux pas savoir parce que déjà le corona هذا الناس اللي يهلكهم بزاف c'est les gens âgés les diabétiques les hypertendus etc on est bien d'accord.